القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرتفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويس 414 من دروس التفسير، ومازال أكد سورة لقمان، لقمان الحكيم. السيدي ميرد ربي نفسر سلايا سيستاش المذلايا فيس السعتاش مع الدرس رقم 414 نتناول بيان الآيات 16 إلى غاية 19 من سورة لقمان. أبرز ما في هذه السورة الحكمة. ربنا عز وجل لم يتحدث في هذه السورة عن أي شيء كما تحدث عن الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. تصجس ربي مدي هضر في لقمان ودينا راه تفاصيل في اللاس نتسى يهضر في الروج يسيفكا يفكا يسي الروج ذا قران ذا شوث ذا الحكمة. الحكمة لا تباع في الأسواق، الحكمة لا تصنع في المصانع. لا سجس الحكمة صواب الميزان لشغالك ياكل تنوزونا لذي السواق لشغالك مرة ولاش اللوزين ثنتي دي خدمان ولاش تيحونا ثنتي زنوزون ما يلا غمذان يفكيس ربي الحكمة. أما السادس أن دا يلا غذي ينفع ما سوى شولت بافي سي ساعة الحكمة. أما ذلك زم تسمطوث السير نخا من السن أكني وثا ما يلا ذا مسوق انت الدارث يمسوق انت الدارث تسقي السبيت نسختار من مدن ما سعى الصواب في الميزان ما سعى الحكمة ما ولاش الحكمة سواغيث كل حاجة تبنى في لاساجيس مليون يروح على الميزان يروح على الصواب وريت حزي فارا وريت سوالي راه غير بزاف المآلات ذي شرع اللي هم يقارن المآلات لي كونسيكونس المآلات. الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات لشو دينا في الصفحة 140 المسألة العاشرة الصفحة اليمنى يند والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. كلام من ذهب باش غادي يوري امش بنادم غادي يستخدم اللاغيس غادي يسعو الميزان غادي يسعو صواب. ربي دينا ولقد اتينا لقمان الحكمه اكيد دينا في الايه 12 من شرح درسني عدان ربي هضرت في الحكمه والحكمه على مستوى الحكم ما يليون ذي الحاكم كي يبغوا الى الحكم اما ولي حكم ذي واشولتيس اما ذي الدارثيس اما ذي بذروميس اما ذي العرشيس
أما ذي الحومة ينس ذي الكارتي ذي الحومة، أما ذي البلدية، أما ذي الدائرة، أما ذي الولاية، أما ذي الدولة، أما أندت اللي هذا بنادم ما إلا بنادم يسعى الحكمة بسم الله ما شاء الله، ماشي المعين سوري غلظارة، الخطأ بشري. النبي عليه الصلاة والسلام يناد كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون، ولكن إمي كسعى الحكمة غادي في كثر من الزوف، إمي كسعى الحكمة يستشير صاحب الحكمة، يستشير صاحب الحكمة إذا أخطأ تاب واستقام، ونسعان الحكمة هذه الشيور، ونسعان الحكمة ما يغلظ هذه ثوف سقرا يهوي أم بعد أن درقق تسقرص، ما يسعى الحكمة أذي خدم سوال غنبوياض. الإمام علي رضي الله عنه إلى من شاور الناس شاركها في عقولها، وإن رأي شور نمذانا يعني بد أين لند قل غنسن يسعى الحكمة، ما يلث الحكمة وستيلر الفتنة. يلا راجل مات وخلى أولاده كانوا هك ما شاء الله، مات باباهم طاق على منطاق، على الحانوت، على المفتح نتاع الطوموبيل، على الشركة، على الدراهم، ثمورث ثزمورث، يلا أن درقيق تسقرص حروب قرات، أين الحكمة؟ تقول وش بيكم؟ هو باباكم اللي خلى هذا الخير راح يموت والموت حق، هي ما لواش نديرو؟ قولوا الحكمة تقول روح إلى سورة النساء الآية رقم 7، الآية رقم 12، الآية رقم 13، الآية 176، تفرى 100% ماشي 99 فقط، هاي فرات هاي فرات في قرن استقبالي أول ما وزيل إفرام ما غزيف أديني شرا أنا عمي أول ما وزيل إفرام ما غزيف أديني شرا تفرى واحد ما تغاف الحكمة لا لا يكون تزوير للديتورنمو لا فيولونس تستخدم كيغيل يهوايي خوك الكبير يقول أنا هو باباكم دوزيام هذا الخير غراس أموا لو كان ماشي أنايا باباكم والله ما يخلي والو ويدير رايو أحيانا المازوز هو اللي يدير رايو سا ديبون اللي عنده البوفوار ماناش عارفين اللي عنده كارثة كارثة الحقرة والظلم وحنا رايحين كاع ربي قال في سورة الحديد الآية 10 ولله ميراث السماوات والأرض هاو ماشي غير الحانوت والطوموبيل والتراكتور هاو كل شيء روح لربي الأرض والسماوات ولله ميراث السماوات والأرض إذا كانت الحكمة سهلة كل مشاكل الدنيا حتى على مستوى البشرية كاين حقراء على مستوى البشرية اللي عنده السلاح يروح يحقر اللي ما عندوش القوي ياكل ضعيف والسلام عليكم بس كاين حروب كاين دماء كاين حقراء كاين كلش ولكن ربي يوم القيامه والله غير نتحاسبوا كاع كلنا ربي اللي قال في القران الايه 281 من سوره البقره واتقوا يوما ربي اللي قال خممت حزبتي وسنقالوا ذياثوا غلما ربي أين تزرعم أتغلث واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن ربي سبحانه تحدث عن الحكمة وبدأ يحكي لنا كيفاش لقمان يوصي وليده درنا الوصايا المرة اللي فاتت اليوم نكمله واش كان يقول لقمان وليده ولكن هي الحكاية معنا كامل نحتاج جميعا إلى هذه الدرر إلى هذه الوصايا الغالية نحو جيت أنت كلمان الله نشرحتي كنتني عدن خيران من الوصايا الحكيم يعني اللقمان الحكيم إميس السجين كمل الآية 16 يا بني إن ذقي ورشو وكذلك قالوا لك يا بني
ولكن عند حفص يا بني قراءته يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. معنى هذه الآية لقمان يقول لوليده يا وليدي يا مثقال يعني حبة صغيرة نتاع خردل حبة صغيرة تكون وين تكون في صخرة وين تكون ما يقدر حتى واحد يشوفها غير ربي ربي لا تخفى عليه خافية. المعنى واش تدير في الدنيا تلقاه لهيه ستجده إن حسنة أو سيئة إن كان ذلك خيرا أو شرا أي نخدم ومذان أثيف ذي لخرص ولو كان ذي لي ذا قنيا مشطوح يعني غير ذنا طمزين مشطوح كين يفغوي لمزين بين تخدمض أما يلها أتفض أما ذيريث أتفض يعني ربي لا تخفى عليه خافية يعني ممكن إنسان يرتكب جرائم خباها كان اللي يعاونه في الدنيا والله والو خرج إنسان وتلقى واحد آخر مسكين يخرج كوبابل ماشي متهم مدان هذه في الدنيا وكاين كاين بزاف الحمد لله كاين ربي الحمد لله كاين الآخرة يا حصر. لذلك ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم الآية اللي سمعتها قبل حين ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ابن عطاء الله سكن ضريق قال حكمة عجيبة وش قال؟ قال لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله. معنى إذا كان ربي قابلنا بالفضل نتاعو لا بس ربي يسترنا إذا كان فوتنا في الميزان في العدل نتاعو يعني ما كانش حاجة تتخبى على ربي فلننتبه باش الإنسان على الأقل كي غلط يتوب. هو ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات رائعة الآية كل القرآن رائع جميل. قال الحسنات شو الله قوم تمحي درت سيئة أمحيها بالحسنة اشطر كل واحد منا مقصود بهذه الآية والحديث يقول كيف وأتبع السيئة الحسنة وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها بعد واش قال وخالق الناس بخلق حسن تمحوها. ما معنى المحو؟ معنى إزالة الأثر ما كانش سيكاتريس ما كانش لتراس ريان محا تمحات ممكن واحد يتقاس ويبرا وتبقى له سيكاتريس الشامة يا ربي نحا كي يستر نسأل الله باش يسترنا جميعا. الحكيم لقمان قال وليده ما تقولش بلي ربي ما شافنيش ذكرنا المرة اللي فات قلنا في الباكالوريا لازم بلي كاميرا وما يسلكوش الغش اللي يخاف ربي ما تحتاج والو هذا كل الغش غش تكنولوجي بلا تكنولوجي يدير لك واحد الحبه صغيره هنا يكونيكتي مع برا روح انت فيقدو لازم تكون 20 دكتوره في الانفورماتيك في لا تكنيك في الانتر بس لك راسك ملي كان يخاف ربي بكري يغش بالحروز اسمه الحروز هذا سي دي مودي هذيك تاع الحروز سي دي مودي انا عمي المؤمن والله والو والله كاين مؤمنين من الطلبة والطالبات في جميع المراحل من الابتدائي حتى الجامعي يخافوا ربي والله والو ما يغش لا شيء لأنه يقدر ربي ونبي النبي قال له من غشنا فليس منا وزاد قال من غش فليس منا ها في زوجة من غشنا يعني هذه ماشي غير في البطاطا والزرودية في كلش والغش نتاع القراية أخطر أنواع الغش هو الغش في العلم الغش في العلم أخطر أنواع الغش وبعدين إلى اللي يخاف ربي عادي خطر يتقي الله
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله خاف ربي حيثما كنت حيثما زمكانية في كل زمان ومكان والسلام خاف ربي برك خافت ربي ما تخافش خاف اللي ما يخافش ربي اللي ما يخافش ربي خافوا لأنه يدير العجب ما يخافش كي تقول الأخيرة قل كم بعد الأخيرة بعيدة بزاف والله لا قريبة بزاف والله إن أتى أمر الله فلا تستعجلوه نعم علاش قلت هالكلام باش يزرع خوف ربي في القلوب يا الله صافي هذه نصيحة غالية عطاها لقمان لوليدو حنا نحتاجوها جميعا يفكات سبابة سميس ونكوين حواجيت مرة بعدين واش قال قال إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة صلي أنا عمي هو كاين اللي عنده ما عندوش كاع بروجي نتاع الصلاة لي بروجي كاع هك صلاة نو هاني عنده وقت بزاف علاش نتوما كل مرة صلاة 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 واش بيكم خلي الراجل كي يخرج لا روتريت هكاك 70 سنة أليز يروح راترابي يدير راتراباج يروح يصلي ها ممكن بزاف اللي ماتوا والله ما صلاو صلاو الناس عليهم وهما ما صلاو والو هذه أصعب حاجة أنك تصلي على واحد ما صلاش أنا عمي شحال قموثن وزول النار أنا من ظلم في اللسن وعر يرحم ربي الحاج محفوظ السنان رمضان الحاج رمضان الناس المؤمنين يوانرو في الوقت كيف هنا الله ما تشكين عودة تظرو ينسلم ورنتظال الله السوق ما يعمر ذي فرو غسنا نزلس الغلا قالوا أقم الصلاة أقم صليها مليح بأركانها ومندوباتها وشروطها وكلش واش قدرت إلا تلفت لك دير سجود السهو نسيت غفلت لك عادي كاين تاويل كاين المهم صلي وما عندهاش الكونجي الصلاة حتى اللي مرض يصلي وقائم كما قال الحديث مش قادر يصلي جالس مش قادر يصلي على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر على ظهره على بطنه يصلي ما يقدرش الماء يتيمم فتيمم مساعدا طيبا يصلي ماشي واحد كي يدخل سبيطر 20 يوم يقول كي نروح للدار نراطرا بها هاو كاين اللي يروحوا من السبيطر للدوحه الدوحه نتاعنا معناها المقبره ديريكت من السبيطر ديريكت ما عندوش اون شونس ورساله داي سي سبيطر في مقبره صص كايس اقيم الصلاه قالوا يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف يعني دير المعروف امر بالمعروف حاجه مليحه بالخير الى اخره ونهى عن المنكر والنهي عن المنكر اخطر واصعب من الامر بالمعروف كي تقول مليح صلاه مليح الخير مليح الخواه مليح هذه ما عندكش مشاكل يلا او كي تنهى عن المنكر هما علاش دير هكذا ثم حضر روحك المشاكل ولا لا لا لذلك النهي عن المنكر يعار والناس تميس امر بالمعروف امر بالمعروف الناس وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك على باله باللي اللي ينهى عن المنكر يلقى المشاكل حتى في دارك هاي في الاسره اذا قلت تو فابيان لاباس 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 يحبوك يعزوك كي تبدا تقول خير ان شاء الله واش هذا التبذير ممكن تروح مع اولادك للغابه مع يعني يجوز تروحوا للغابه ترنا في الصيف وكذا واحد يرتاح شويه تقول لهم نظفوا المكان ما تخليوش الزجاج النار تشعل اخطيك الدنيا راحت تزير راحت وزعما زعما انت عندك سيفيزم هي هو عندك سيفيزم هو البروبليم علاش هو الاخرين يقولوا سميوه سيفيزم حنا نسميوها المحافظه على البيئه دغ دغ هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قلنا حافظوا عليها ثم ممكن دير مشاكل يقول لك خسرتنا كاع الريحه نتاعنا اوين كي قلت لكم كي كليتو جمعوا هذيك البقايا ديروها في صاشي نديوها للمكان تاعها برك باش اللي يجي يلقى مكان نظيف في تسيير الميزانيه تاع الدار في المشاريع في الاعراس دونك الاعراس عندنا مشاكل كبار كاع يقول لك العرس هذا السنه نفوتوه كورونا نسيناها خلاص سي بون اعراسنا اصبحت مخيفه تخوف والله لا تخوف
إلا من رحم ربي. مانيش نقول كاع يسهروا لنا حتى ثلاثة وأربعة نرقدوا الفجر يروح. أي هكذا ولا لا؟ لا يقول لك الفرحة سوفارس نجيبوا لا نوي كاملة الزقا والعياط والبومبات هذيك اللي يديروها في الليل وكذا والطبل نورمال. يقول لك أنا فرحانين فرحين نعصيو ربي نعصيو ربي نضروا الجيران. هذاك الشوفور نتاع الكار اللي نوض 4 نتاع الصباح باش يروح يحكم الطريق ويرقد مسكين، السبب هو انت يا اللي سهرتو يدير لاكسيدون. اشحال خدم لاكسيدون صن ما رقدوش. وعلى بالكم الصيف الليل صغيره قصيره ولكن النهار طويل. علاه؟ صافي نخافوا ربي برك. اي نقول خوف ربي برك ما ناذيوش بعضنا البعض ونصمدوا الرياله ايث مثلا. من بعد واش قالوا؟ واصبر على ما اصابك او ستصاب ستصاب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. من بعد قال ان ذلك من عزم الامور. نعم هذه صاحب العزيمه صاحب الهمه. نعم العزم كذا المعالي. والشاعر يقول الشاعر المتنبي يقول لك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرام وعلى قدر الكرام تأتي المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. العزيمة مهمة جدا. ولا تصعر خدك للناس لا تعرض عن الناس ما تتكبرش على الناس كي تتلقى بهم وتشنف عليهم. هذا هو قلتها بالدارجة باش نفهموها مليح. التكبر في ميزان خاطئ. قال السلام عليكم قرع الخير ضصف وذما كذا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اللي مشي فوق الأرض سبحان الله شغل بغى يخرق الأرض لأنه قد يلحون سوف للقاعة فغند الشريين القاعة أسطف الطيف الحاصل يا بابا بغى تخاف كي تشوف واحد يمشي هك. علاش تخوف الناس أخوي على كن من تكون والله انت والو وانا والو حنا كاع والو الا اذا كان ربي سترنا ورفع من اقدارنا برك. انت بنادم ربي اللي قال اللي بغى يعرف روح لسوره الاسراء الايه 37 واش تلقى فيها؟ تلقى فيها لوردونونس رائعه. واش تقول؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وراك رايح ما تقدر تخرق الارض ما توليت في القامه نتاعك كيما الجبل. انا عامين ورث الزمير ذات الشريط القاعه سي دارني ورث الزمير القديك يغزيف انشتب وذرار اللي عنده متر وستين يبقى متر وستين او كل ما يكبر يزيد يضعف. وراك رايح. لذلك رب سبحانه يقول ولا تمشي في الارض مراحا ان الله لا يحب ما يحبوش يحبش متكبرين متجبر لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك ممثل كلينيك الحو نورمال بشكل عادي. اقتصد كما تقتصد في مالك كما تقتصد في وقتك كما تقتصد في عين في كل شيء. الحو ثكليني خفيف ثكليني الهان التي لا تخيف الآخرين خطر كاين مشية تخوف كما كاين خزرة تخوف ولا لا؟ لا واحد منكم يقول نوض الصباح قلت للجار نتاعي صباح الخير خزرني بواحد الخزرة. علاش تخاف؟ على بالك الخزرة اللي مش مليحة ماشي مليحة حرام. كي نقول حرام عندي ماشي درجة كبيرة نتاع الحرمة ولكن ماشي مليحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نظر نظرة إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. أنا عامين ممكن واحد يدير لك الموفيسون بالنظرة يدير روح بالعقل. النظرة المشية هذه كلها عندها رسائل سي دي ميساج. واحد يمشي عروسة تمشي قدام العجوزة نتاعها مشية العجوزة تفهم باللي العروسة ما تحبهاش بالمشية اسمحوا لي. وأحيانا العجوزة تمشي باش ما نظلموش ندير الميزان تدير كاش حركة العروسة نتاعها تولي تدير هكا ما قلتلها والو فالفهم في مخان نظري وخان. يلا الآية الأخيرة واقصد في مشيك واغضض من صوتك. الصوت أيضا بالصوت هي. بعد قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
الحمير مليحه، ما تفهموش بلي اغيول ثيريث، لا لا هذا غاشو تو كل صحابي ذرار يعني، ولا قرات سوا الزريق سوا اغيول، اغيول يا حسره اغيول يخدم مليح، بوينا ظروفنا الجوامع، بوينا كالفنا الخامان، بوينا جامع نسولو القيمه بغيول انا عمي، ولكن صوتي سيماجين كان ادي جعو غيولا كيسم الزوغي زمي ضارة لا يا صافي دا ولا الصوت يلها انسو الصوت يلهان ثقي ذا الحكم يغدي فكا الحكيم لقمان إميس نحوجي ثنتك المال لا جاو ثلميث أرثم لليث سلام ربي في النوم.